حنا اليوم تنديروا هاد الوقفه هادي التضامنيه مع المصطفى الحجاجي بسبب الاعتقال ديالو اللي كان بسبب ايضا التعبير ديالو على الراي وعلى الاحتجاج ضد الهدم اللي جا بشكل يعني ضر بالاسره، وكان الهدم بلا ما بدون يعني ما اعلان وبدون ما يكونوا مهيئين لسكن اخر يعني. وكما تتقول الزوجه ديالو انهم هدموا فوق المواعن ديال الكوزينه وديال الاثاث ديالهم. اذا تنعتبروا هذا مس بالحقوق ديال الانسان، مس بالحق في السكن والحق في حريه التعبير والحق يعني في العداله ايضا، لانه هذا الاعتقال تيجي في واحد السياق اللي ماشي قانوني وماشي حقوقي ايضا. ولهذا حنايا اليوم هنايا باش اولا نتضامنوا مع المصطفى الحجاجي ونتضامنوا مع جميع المعتقلين اللي هما تعتقلوا في هذا الملف ديال الهدم ديال السكن على مستوى صخيره تمارا. تنطالبوا بالاطلاق السراح الفوري ديال مصطفى حجاجي، وتنطالبوا باطلاق سراح جميع المعتقلين اللي هما تعتقلوا على الخلفيه ديال هذا المشكل ديال الجرافه اللي جرفات واحد العديد ديال الدور ديال السكن. جينا نتضامنوا مع هاد الناس اللي تهدمت عليه البويس ديالهم، وهو ماشي حق، ان السكن هو حق مشروع وماشي من حقهم يهدموا، على الاقل تيعلموا اللي جاو داك الشيء هدموا لهم البيوت ديالهم بلا ما يعلموا بلا والو. وفي رمضان فالعشر ايام الاخيره ولا شنا ولا بقات 15 يوم الناس كيطلبوهم خليها عاد تيفوت رمضان، الناس بقات ناعسه في الشوارع دايرين قياطن في الغابه وناعسين. هذا ماشي انسانيه، ما فيها حتى ذره انسانيه. دابا الشاب اللي معتقلينه على حق، على حقه في السكن واللي هو حق مشروع، تضمنوا ليه جميع المواثيق الدوليه والاتفاقيات. جينا من اجل مبدا مهم هو الحق في المحاكمه العادله، باعتبار ان الدفاع حق الدفاع مكفول لاي طرف. هذا من جانب. من جانب اخر حنا تركزوا بالاساس على وقائع المحضر. الوقائع المحضر فيها المس بالحياه الخاصه ثم التجمهر وقيادة مسيرة غير مرخصة. تنعتقد بأنه هذه جرائم أو هذه تهم بدون إثبات وحجج واهية، باعتبار أنه الفيديوهات الموجهة للرأي العام هي فيديوهات متعددة وما تنعرفوش الفاعلين فيها. هذا جانب. جانب آخر يتعلق بالتجمهر. هذه حركة احتجاجية، ومن حق مشروع ان الناس تحتج على واقع مرير تتعيشه. السبب ديال الاعتقال مصطفى هو انه يتهم ببث شريط فيديو تيمس السلطات المحليه. هذا الشريط الفيديو ما تنعرفوش حنا شكون اللي دارو وشكون اللي وجهو. جانب اخر تنعتقد بانه التجمهور هذا دوار في اكثر من 2000 شخص، بمعنى ما تنعرفوش شكون اللي قادو وشكون اللي وجهو، بمعنى هذه حركه عفويه وطبيعي انها تحتج. ديال العاقه سيري في